مساكم الله بالخير وهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج سيدتي. خلونا نبدأها بأبرز العناوين. أوامر ملكية. الإجراءات الغير جراحية لشد البشرة. كيف يمكننا التفكير بوضوح؟ ريناد الأنصاري، فتاة سعودية تحترف العازف على البيانو بدعم من أهلها، ومعزوفاتها تلقى إعجاب المتابعين. تفاصيل هالمواضيع وغيرها أكيد في حلقتنا لليوم، تابعونا. مساء الخير عليكم مشاهدينا، ان شاء الله حلقتنا اليوم هتستمتعوا فيها وبمواضيعها والمتنوعه والمختلفه، لكن خلونا نبدا ابرز الاخبار مع زميلتي ترندا. اكيد عبير، دائما زي ما احنا معودين مشاهدينا اخبار السوشيال ميديا دائما متجدده. طبعا اوامر ملكيه جديده لتوريدات العقاريه، صدر مرسوم ملكي مساء امس بمجموعه من الاوامر الملكية لإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة. طبعا ورد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات. طبعا حقوق الإنسان تدعو للمشاركة بمسابقة الأفلام. نظمت هيئة حقوق الإنسان مسابقة لعمل فيلم قصير على مستوى جميع مناطق المملكة تحت مسمى ما تعنيه لحقوق الإنسان في المملكة. طبعا يشجع المتسابقين للتفكير في الحقوق والحريات التي توفرها المملكة العربية السعودية والتصوير من خلال الفيديو ماذا تعني هذه الحقوق لهم ولأسرهم ومجتمعاتهم. المرأة في السعودية تحظى بضمانة راسخة في الأنظمة والقوانين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الافتراضي. طبعا أكد وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله أن حكومة المملكة العربية السعودية تؤمن بأن المرأة عنصر مهم من عناصر المجتمع وأنها تتمتع بمكانة راسخة وضمان في كافة الأنظمة والقوانين الخاصة بالمملكة. عقوبة كل من امتنع من الوالدين أو غيرهم عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة. طبعا حذرت النيابة العامة لكل من الوالدين أو غيرهم الممتنعين من تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو تعطيله بعقوبة السجن التي قد تصل لمدة ثلاث أشهر. طبعا فهذه العقوبة الواردة. الرئيس الأمريكي وزوجته يصابون بفيروس كورونا. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا بعد إجراءهم للفحوصات أثر مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا، وأكد أنهم راح يبدوا العزل المنزلي والعلاج. ومن الأخبار إلى تويتر، ونبدأ بهاشتاج العفو والعافية، وهو عنوان الحملة الجديدة التي أطلقتها جمعية زهرة بمناسبة شهر أكتوبر لحث السيدات على الفحص المبكر من سرطان الثدي.
وإلى حساب الفنانة نجوى كرم التي أطلقت مبادرة بعنوان لبنان الحياة، ودعت فيها كل المصورين والرسامين وكمان النحاتين اللي يحبوا لبنان أن يقوموا، أو عفوا دعت أنهم يقوموا بمشاركة أعمالهم بصورة أو فيديو مع إضافة اسم المنطقة اللي ينتمون لها في لبنان. ومن اليوتيوب اخترنا لكم مقطع لطيف لمعز، أو حنا نقولها معزة، معزة صغيرة ضايعة يعثر عليها قطيعه ويعود إلى والدته. الحمد لله على سلامته. أكيد بهذا المقطع انتهت جولتنا الإخبارية، وفقراتنا أكيد ما زالت مستمرة معكم، لكن بعد الفاصل لا تنسوا تشاركونا أكيد بهاشتاجنا، هاشتاج برنامج سيدتي. كلنا نتفق أن امتلاك مهارة العزف على البيانو شيء جميل وممتع جداً، مميز كونها تحمل العازف عليها إلى عالم من الإبداع. صوتها الشجي ونغماتها الرقيقة التي تخرج من تلك المفاتيح تسحر وتؤسر القلوب. معنا اليوم مشاهدينا عازفة بيانو سعودية امتلكت الجميع وأسرتهم بعزفها. أرحب في الاستوديو بضيفتي ريناد الأنصاري عازفة بيانو. أهلا وسهلا فيك يا هلا فيك والله، نورتينا. نورك والله. كنا بنتكلم تحت الهواء إذا كده وصلنا لمرحلة توب في البيانو، والحمد لله يعني كانت بصراحة كان ردك مرة حلو إنه أيوه بتعزفي، بتحبي عمر خيرة، تحبي يعني. لكن كنا عن بداياتك مرة، متى بدأت تهوي هذا العزف على هذه الآلة؟ بدأت تقريبا في نهاية عام 2017 على بيانو أختي. هي اشترت البيانو على أساس تحاول تتعلم تعليم ذاتي، بس أنا كانت فكرة ثانية ببالي أنه لا، يعني بحاول أتعلم إذا افتحوا معهد عندنا أو إذا كان في مدرسين خصوصيين بهذا المجال. حلو. إيه، فألغيت الفكرة لبعدين، بس أختي قالت لا بحاول أنا أتعلم، بس اللي تعلم أنا مو شيء، لأن هي مجال صحي، فركزت في الدراسة أكثر وتعلمت البيانو. أنا تعليم ذاتي. تعلمتي تعليم ذاتي مو دراسة؟ إيه لا، تعليم ذاتي من اليوتيوب. جميل. يمكن أغلب مواهبنا حلوين يتعلمها من اليوتيوب. أيوة. وتعليم ذاتي أحس هذا اللي يسقل موهبتك أكثر. أيوة. لأنه موجود عندك على طول، وممكن أنه أنت بأي وقت تفتحين وتتدربين. هذه سهولتها. بس أبغى أعرف، دائما وحنا صغار نحس أنه حنا نبغى كل شيء، وصلنا الرائد فضاء، بس أنت كيف اكتشفتي موهبتك؟ كيف حبيتي أنه أنت يعني تتميزين بالبيانو؟ وإحنا بشكل عام العائلة تحب الموسيقى، فكلنا كنا نبغى نتعلم آلة معينة، فقلت أبغى أتعلم بيانو، بس ما كان في عمر معين، يعني هو أختي شرته وقلت بتعلم دام موجود. أوكي. إيه، أنا قلت بس لين يفتحون معاهد بتعلم، بس دام البيانو موجود يلا تعلم. حلو. لقيت دعم حواليك من البيت؟ أهلي كانوا من أول داعمين لي. داعمينك. طيب أول مرة تشتري فيها آلة بيانو، كلمين عن اللحظات دي لما خلاص أنا لازم بيانو. مو البيانو اللي نجيبه ونتعلم عليه. هو اللي عاجبني في آلة البيانو أنا اخترتها، لأن أي مفتاح أضغطه كذا يحسسني بالإبداع، ما في أي نشاز، مو زي الكمان مثلا، إذا أخذت الكمان حطيته هنا عند إذني بالبداية لازم كذا أصوات شوية غريبة بتكون مزعجة. إي بس البيانو لا، أي مفتاح فبنبسط، هذا الشيء راح يحمسني أكثر من أنا أتعلم. جميل. طب دخلتي أخذتي يعني مثلا دورات معينة عشان تزيد قبل الكورونا؟ أخذت 3 كلاسات مع مدرس خصوصي، وجت الكورونا وحاستنا وقفنا. إيه. طب في معاهد الآن ريناد، يعني مفكرتي أنه أنت مثلا تشاركين بالمعهد أنه تتدربين أكثر، تسقين موهبتك أكثر؟ إلا ناوي إن شاء الله راح أدخل معهد وراح أبدأ أكمل يعني بإذن الله. تحسين وصلتي لأي ليفل؟ هو لسه يعني موسيقى بحر، فمعلوماتها كثيرة يعني، ما راح اقول بس صرتي خلاص متمكنه. ايوه. أوكي. وصلت المستوى ما كنت متوقعته حتى. وممكن تدربين الان؟ ممكن، ليه لا.
جميل والله حبيت وتحمست اني اصير اسمع لك رينات كمان على عزفك على البيانو. صرت متحمسه اني اسمع عزفك على البيانو. لكن خليني كمان اسالك على حاجه مهمه. يمكن الان الحمد لله صار مع تمكين المراه في مجالات كثير المراه او اي سيده سعوديه تقدر انه هي تشارك فيها. انت بعزفك على البيانو ما شاركتي مثلا في مواسم ترفيهيه خاصه مثلا موسم الرياض او غيره؟ هو موسم الرياض لان كانت في ظروف ما قدرت اروح. ما قدرت. بس جاتني مشاركات يعني. بس طلبوا منك تشاركي؟ اي طلبوا مني اشارك. اي حلو. اعزف في كافيات، في مطاعم، في زواجات، ناس تبغى زفه بيانو مثلا. قد عزفت يعني في زفات الزواج، فرحت يعني اماكن الحمد لله. واو واو جميل. طب ريناد احنا لازم نسمع شيء لك، خلينا احنا والمشاهدين اكيد وانت نروح نسمع لريناد هالفيديو. اكيد راجعين. حلو الانسان لما يكون موهوب بحاجه وعنده شغف بشيء. دائما ارجع واكرر يا عبير، من جد ما حتبدع بحاجه الا اذا كنت تحبها وراح تعطي من قلبك لها. صحيح. طب ابغى اعرف ايش الاشياء اللي انت ناويه عليها ان شاء الله؟ ناويه اخلي فيه معزوفات من تاليفي اكيد لازم يعني. جميل حلو. يعني ريناد عرفنا من رندر مساعدة قبل شوي انه انت تقدري تدربي. ايوه. وصلتي هذه المرحله ما شاء الله. أيوه. بس لسه ما بدات. جميل جدا. طيب الان وزاره الثقافه ما شاء الله بتعطي كثير خلينا نقول زي منح. اوكي. بتحاول ان هي تساعد قد ما تقدر كل ابنائنا اللي موهوبين وعندهم ابداع ما شاء الله زي اللي احنا سمعناه. ما كان في مثلا بينك وبينهم اي تعاون بحيث انه انت كمان تدربي خلينا نقول مبتدئين؟ يكون في تعاون ما بين طبعا وزاره الثقافه ووزاره التعليم عشان نبغى موسيقى في المدارس ويحصل ان شاء الله هذا الموضوع؟ اكيد والله يشرفني. جميل يا رب. طيب في النوتات، والنوتات مره صعبه، هل انت تمكنتي منها ولا لسه؟ اعتبر مبتدئه، اقرا بس يعني ليفل لسه مبتدئ. دائما ما تلاحظين دائما اللي يعزفون تعليم ذاتي في البدايه بس ما يعرفون يقرؤون النوتات لسه. انا عندي احساس بس شوفي ما شاء الله يعني عزف زي ايوه بالضبط هو سماعي. ما مثلا ممكن ريناد الان النوتات شويه ما تعرف تقراها، لكن اعتقد انه بعدين مع الوقت اكيد هتوصل لمرحله انه انت تتقنيها. ايوه اكيد ان شاء الله، لانه هتدربي خلاص وهتعلمي. أيوة احنا قلنا على الهواء لازم يعني. تكوني متمكنه. احنا نبغى تعاون ما بين وزاره الثقافه ووزاره طبعا التعليم بحيث انه يكون في باذن الله مدربات سعوديات او معلمات سعوديات يقدروا يعلموا الموسيقى والبيانو من الالات اللي جدا رائعه. فتخيلي وجودها في المدرسه كيف حيكون في فرق. راقيه بالضبط جدا. تحب الاله ريناد. طيب. طيب انا ممتنه وسعيده ان انت جيتينا اليوم وكنتي معنا، حبينا ندردش كده شويه ونتعلم ونعرف انت وصلتي لاي مرحله. بس اكيد المره الجايه لازم نجيب بيانو ان شاء الله ونعزف عليه ونسمع كده على اللايف سوا ان شاء الله. تمام توعدينا ان شاء الله. شكرا لك ريناد، شكرا لتواجدك معنا اليوم. شكرا على الاستضافه. اهلا وسهلا. اهلا مشاهدينا، خلينا نطلع فاصل قصير ونكمل معكم اكيد باقي فقرات برنامج سيدتي. لا تنسوا انه انتم تشاركونا في برنامج في هاشتاج برنامج سيدتي كل ارائكم ومقترحاتكم. ترى انا صح التعبير قدرت فعلا تغيير كثير من ملامح الحياه اليوميه والطبيعه اللي نعرفها اكيد، ومن الاشياء اللي تغيرت في حياتنا وعاداتنا ومفاهيمنا هي الزواجات والاعراس. اكيد بسال عبير كيف كان زواجك؟ ديزاستر اقسم بالله، هذا وقبل كورونا يعني. خليها خليني ساكتيني عبير دائما. اي الحين احس الزواجات افضل. ليه؟ صراحه رواق وما فيها تكلفه زياده عن اللزوم الحين. اي مع كورونا. اي مع كورونا. ايوه الحين ما فيها تكلفه زياده عن اللزوم وكذا، مو زي اول. ما شفتي ذيك اللي خليني اقول لكم، خليني اتفلت شوي. ما شفتي حتى لو ما في كورونا لازم تكون في اشياء كثير وبوفيه؟ صح وما ادري ايش. كم يكلف؟ عشان تصور كم يكلف؟ والله تكلف البوفيهات.
طيب لو تجيبيني مرة تبي شيء مثلا مرة قوي يعني وهو اصلا الصالة كم متر في كم متر وبتعزمين بس 50 شخص صح هذا اوكي ما اعتقد انه في احد بيسوي شيء مهما كان بيكفي 50 شخص فقط اذا طبعا قدر انه هو يجيب اشياء بسيطه حقت ال 50 شخص طبعا لا يتعدى الحدود مو قصه بطر يعني لا ما ينفع له بالضبط اي مو حلو لا لازم الان لازم من جد لو كورونا هتعلمنا فهي هتعلمنا انه احنا نحافظ تعلمنا انه احنا ما نكون زي اول والله شوفي هي اتوقع اللي كسرت ظهر الشباب هي المهور أنا ما أدري عن المهر إذا للحين نفس الشيء ولا لا يعني. أوكي. بس أنا أعتقد تكاليف الزواج كزواج رندة تكاليف الزواج مرة كثير صراحة أنت هتاخذ أطلق قاعة في أطلق أوتيل وبس تبغى 50 شخص يعني ما هيكلفك كثير البوفيه إذا ما كانت مهايطية يا عبير يعني أنت يبغالك كمان من ذا الجانب أنت تتكلمين عن البنت العاقلة الرزينة صح. اللي أهلها يقدرون يتحكمون ويسيطرون على إهبالة مالش أعتذر لأنه يهدوها شوي يهدوها يركدوها لأنه اللي صايرين نشوفه شيء مبالغ فيه حتى لو كان 50 شخص يعني فعليا أنا شفت زواجين الحين مؤخرا أي كورونا شفت زواجين لكن لا مالش مرة شيء مبالغ فيه يعني الاشياء اللي انت يعني في اولويات احس بالحياه عبير بس رندا في اوقات يعني هي ما لها دخل البنت العروسه نفسها مثلا يقول لك اهلها لا والله احنا لانه الشبكه مثلا او الملكه هذا الشيء اللي قبل الزواج يعني بيكون على اهل البنت عاده صح مثلا هم يبغوا يسووا لبنتهم حفله مره كبيره او شيء زي كذا فهذا اوقات يكون هم مثلا لا شوفي هم دخلنا هذا الجد هم يهيئون عشان اهل العريس هم يحبوا يوروا شوف احنا ايش سوينا لبنتنا ايش هتسوي لولدكم والله ممكن انه ما ينفع كذا انتم خلوا لهم في اولويات في عندك بيت في عندك اشياء مره حلوه ببيتك خليها ببيتك فعليا انا اؤمن بزواج اللي يكون بالبيوت عبير بالبيت الله زمان هذا كمان من جد عندك صالتك الكبيرة اعزمي لك كم شخص يحبك ينبسط معك انبسطي هذه ليلتك صح يعني خليها عائلية كثر ما تقدرين 50 شخص ذولي ترى لو فلترتيهم كلهم من العائلة كلهم من العائلة ما هذه 50 شخص كلهم هيكونوا من العائلة أنا المشكلة تعزمينهم وأنت ما تحبينهم لا عاد ما أتوقع بس يعني ممكن تجي أوقات ممكن تجي أيوه بس ممكن تجي أوقات صح زي كذا بس إلا ما يكون في 10 للعروسة صديقاتها هذول الناس اللي حفزوا لها كده وأول ما تخش يصفقوا زي صديقاتي لما يسووا معايا ولكن أغلب المدعوين هيكونوا مقسمين يعني إذا مثلا سووا أهل العريس الزواج 25 خلاص 30 عشان أنتوا اللي سويتوا الفرح يعني 30 مدعو من طرفكم 20 من طرف العريس وصلى الله وبارك ولقمة هنية تكفي 100 أنا أحس كذا مهر بسيط لأنه الحياة أنا الآن الثاني يا عبير ها شو اخبار الفستان الزواج أيه؟ شوفي لا تتكلف بزياده شفتي عرس زواج عايض وهبه حسين كنت اتمنى انك ما تطرينه صراحه تفضلي بس شفتي كيف كان فستانها سمبل يعني حلو عندي تحفظات على سعر الفستان انا ما ادري هو كان بكم بس كان شكله مره سمبل يعني شوفي انا ما كنت حابه احكي بالموضوع لكن بما اني جبت السيره انك انت تطلعين بدا المنظر وتنشرين صورك بدا المنظر وخاصة بوقت أزمة وفستانك كلف مبلغ وقدره وجالسة تنشرينه علشان الناس تروح تبحث وتشوف كم سعره عارفين أن عندك خير فما في داعي يعني عيب هو كم سعره يعني يعني كم في ناس فقدت وظائفها في ناس يعني نزلت في نزلت رواتبها صحيح في أشياء كثير اعتبارات كثير عندي تحفظ على على هالكابلز ذولي لكن اتمنى في يوم من الايام أحب عايض يعني كثير اتمنى في يوم من الايام يلغي انا بتفلت اعذروني وهذا يعني كلامي انا وكلام شخصي لكن اتمنى انه سناب شات هذا ينلغي فعليا ينلغي لانه صرنا نشوف مناظر كثير سيئه وكثير تسيئ لنا بس الزواج نفسه سمبل يا رندا لا يعني يمكن كان فستانها غالي بس الفرح نفسه كان لا الاعتراض معي ليه وقف الفستان خليني اطلع التقرير احسن سوينا تصويت تفاعلي اكيد عبر منصه تويتر حيث سالنا الناس اكيد المغردين برايهم هل اثرت ازمه كورونا على العادات والتقاليد في ثقافه اكيد الزواج لدينا مثل اسعار المهور هذا اهم شيء خلينا نتابع مع مجله سيدتي اكيد راجعين
لصفحات سيدتي ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بصمتها المميزة، فهي تلامس بشكل مباشر وتفاعلي اهتمامات القراء والمتابعين، وبالتالي تعكس آرائهم ووجهات نظرهم. في هذه الحلقة نقدم حصيلة الأسبوع لبعض مواضيعنا وأثرها الرجعي لدى المتابعين. البداية مع التصويت التفاعلي عبر منصة تويتر، واللي سألنا فيه المغردين: هل أثرت أزمة كورونا على العادات والتقاليد في ثقافة الزواج لدينا زي أسعار المهور؟ وهنا صوت أغلبية المغردين ونسبتهم 59.4% لخيار لن تتغير عادات الزواج، فيما صوت 26.4% لصالة خيار قلة المهور، والباقي ونسبتهم 14.2% صوتوا لخيار المهور زادت. وأنتم إيش رأيكم؟ وننتقل إلى فيديو آخر اخترناه من سيدتي تي في لعاشقات الأناقة بعنوان إطلالات لكل المناسبات من وحي الفاشينيستات، ورح نركز على 4 إطلالات منها، وهي إطلالات صباحية، فساتين سهرة، إطلالات عملية، وإطلالات الفتاة الممتلئة. يعرض حالياً على قناة سيدة سناب شات برنامج البنات بتعرف، واللي حققت آخر حلقاته أكثر من 1,200,000 مشاهدة، وموضوعها ممكن يكون جديد من ناحية الطرح، وهو كيفية إزالة الشعر الزائد بالحلاوة، وهذه بعض المقتطفات منها. حيال إزالة الشعر بالحلاوة، تحضير الحلاوة، وصفة الجدات: كوب من السكر، 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، 2 ملعقة كبيرة من الماء. حركي المزيج باستمرار على نار هادئة حتى يذوب السكر ويتشكل على هيئة محلول شفاف يميل إلى لون الأصفر. وصفة 2: 2 كوب من السكر البني، 1/4 كوب من الماء، 1/4 كوب من عصير الليمون. امزجي المكونات في المقلاة وضعيها على نار هادئة حتى يتشكل محلول بني مركز. وصفة 3: اشتريها جاهزة، ويفضل تكون بعبوة مش بكيس. لا تستهيني بالحلاوة لأن استخدامها له قواعد. الوقت الأنسب: الصباح الباكر جدا حيث بتكون حرارة الجسم والجو أيضا معتدلة. أفضل يوم بعد انتهاء دورة شهرية بـ2 يومين، بيكون الألم أقل والشعر بأطول مرحلة من مراحل نموه. طول الشعر الزائد تقريبا 0.5 سنتيمتر. بتعاني من الشعر تحت الجلد؟ عندك خيارين: إما تقشير البشرة قبل 3 أيام أو إزالة الشعر وإعادة الكرة بعد مرور أسبوع. ننتقل إلى مجلة الجميلة، وتحديداً إلى إنستغرام، واللي استضافت مجلة الجمال الأولى دكتورة التجميل هدى شميس للحديث عن كيفية عناية المرأة الخليجية ببشرتها في ظل تقلبات الطقس. والحين إيش رأيكم ننتقل إلى مطبخ سيدتي وإطلاق قناته الخاصة على سناب شات، واللي أنتج فيه حلقة بعنوان 4 طرق سهلة مبتكرة من الباستا بخلطات مختلفة. تخطت مشاهدات الحلقة 140,000 على الإنستغرام و 346,000 على منصة سناب شات، أولاً لسهولة الوصفة إضافة إلى الطعم الشهي والمكونات اللذيذة.
جميل جدا، شكرا مجلة سيدتي على هذا التقرير الرائع والمتنوع. يعني ما ادري ابدا من فين، احنا كنا لسه يعني وجاي علينا الكاميرا كذا كنا بنتكلم بصراحه عن الباستات، فخلينا نبدا من اخر شيء بما انه كنا بنتكلم في الباستا. ايش هي الوصفه كمليها؟ الوصفه حقتي قلت لك بس الاختي تفشيني على الهواء. لسه تساليني على الهواء؟ لا لسه تساليني بس شوفي انا احب البينك صوص. ايش انواع الصوصات اللي تحبيها على الباستا؟ انا احب البيضه، اي شيء فيها صوص ابيض وكريمه. ايوه الكريمه مره شوف اللغويص انا احبها شوفي عبير استخدمي دائما، خليني اقول لكم ده الوصفه مره طيبه. كريمه خفق، جبنه موزاريلا، الجبنه تشيدر. حلو طيب. يعني انواع جبن، كل الجبن اللي عندك حطيه. حلو جبنه بوك. لا حلو صح حلو احب. حاولي كثر ما تشوفيني وزني صار 60 ما شاء الله. ايوه انت مع المنع يعني طلعتي ما شاء الله، يعني اطلع هذه الوصفه اجل يا عبير اكل واحب الصوصات فعشان كذا تبدعين والله تبدعين تجلسين تخترعين. انا في الباص ايوه اخترع كمان صوصات، احب مره على بينك وللاسف الشديد يعني في بيتنا ما يحب الصوص البيضه. أيوة. انا اللي احبها بس، واحب الاجبان مع الباص كثير طيب. لكن عندي مشكله مع اهلي فانا لما اسويها دائما اسويها على قدي يعني. في كمان كنت حابه بس اتكلم عن حاجه، الاطلاله اللي كنا بنتكلم عنها وعرضناها حقت العنود بدر قبل لا نطلع فاصل. الملابس مره حلوه والفساتين جدا انيقه وسمبل، بس الحين احنا كنا بنتكلم انه قد ايه كورونا غيرت عاداتنا. الحين انا يعني حضرت كمان زواج فحسيت انه البنات بيلبسوا مره فساتين سمبل. صح، متى نلبس الفساتين دي؟ جو كورونا بليز، يعني هذه هي الفكره. يعني متى بدينا نلبس الفساتين دي؟ في كثير اشياء عرضناها حلوه صراحه نقدر نستفيد منها في حياتنا اليوميه، في سهراتنا، في عزوماتنا. التقرير كان متنوع من جد، شكرا مجله سيدتي. اكيد احنا مستمرين معاكم بعد الفاصل جميع فقرات سيدتي، لا تنسوا أن أنتم تشاركونا هاشتاج برنامج سيدتي. قد يعاني أي شخص بالغ من ترهل في الوجه أو الرقبة، وتعددت الأسباب لذلك، فقد يكون السبب خسارة نسبة كبيرة من الوزن في وقت بسيط أو بسبب التقدم في العمر أو حتى بسبب بعض العوامل الوراثية، مما يجعل الشخص يلجأ إلى عمليات لشد الوجه والرقبة. لكن هناك من يتخوف من إجراءات العمليات، فهل يوجد بديل عن ذلك؟ أكيد بنتعرف أكثر على الإجراءات الغير جراحية لعلاج ترهل البشرة. معنا الدكتور فهد سديري، استشاري وأستاذ طب الجلدية والتجميل والليزر. حياك الله دكتور فهد. الله مرحبا. أهلا وسهلا. أول شيء خلونا شوي نقعد كذا نقارن. أنت كنت حرش من اليوم. نجلس نقارن، مين اللي يترهل أكثر، الرجل ولا المرأة؟ أو أسرع. أسرع، أنا أحس المرأة. والله ما في دراسات، يعني هو تلعب دور أكبر أكثر من الجنس، اللي هو الجينين يلعب دور الوراثة. هناك أشخاص يشيخون أسرع من أشخاص آخرين. صح. فالجينات تلعب دور كبير والوراثة، يليها الأسباب البيئية. اللي يتعرض الشمس كثير، التدخين، عدم الأخذ الأكل الصحي، النوم الكافي، كلها تلعب دور كبير. لكن الدور الجيني يلعب دور أكبر بهذا الموضوع. لأن الوجه هو يعني معيار الجمال عند السيدات وعند الرجال. وعلى مر التاريخ اهتموا جميع الأجناس البشرية بهذا الموضوع. الوجه هو وسيلة التواصل اجتماعيا ما بيننا، هو اللي يبين عليه الأحاسيس والمشاعر. صحيح. والله هو يعتبر بنية معقدة وعضو معقد الله سبحانه وتعالى خلقه ووضع فيه كل التعابير. سبحان الله. فمرحلة شيخوخة الجلد تبدأ من الجلد إلى العظم، عظام الوجه. فيترهل الجلد بقلة إنتاج الكولاجين وسرعة تكسيره. أيضا العضلات ترتخي وتنزل، أيضا الدهون تعيد توزيعها بحيث أنك تفقد دهون في أعلى الوجه وتتركز في أسفل الوجه، لهذا يكون في نزول في الوجه وترهل. أيضا عظام الوجه تقل كثافتها. فكل هذه الأربع الأعضاء المهمة، الجلد والعضلات والدهون، تسبب ارتخاء في الوجه. جميل جدا. طب دكتور، من متى نقدر نقول على البشرة أنها مترهلة ونحتاج نبدأ في إجراء طبي؟ يعني موضوع نقص الوزن، يمكن في بداية في المقدمة قالت زميلتي أنه موضوع نقص الوزن يسبب أيضا ترهل في الوجه أو نحف الوجه بشكل بالضبط. والله بدون تكميم يعني بس عن نفسي أنا أتورط يعني في هذا الموضوع. فمتى يبدأ الشخص أنه لا أنا أحتاج؟
حتى لو ما كان باين بس هو حاسس. زي ما تفضلتي، مع انتشار عمليات التكميم أو نزول الوزن بالدايت يترهل الجلد. إذا كان ترهل شديد جدا، أنا دائما أقول في عيادتي ما يصلح لك الإجراءات غير الجراحية، لازم يتجه للجراحة على حسب شدة الترهل. لأنه العلاج لترهل الوجه ينقسم لقسمين: إجراءات جراحية وإجراءات غير جراحية. كثير من الناس وأنا واحد منهم نفضل نحل المشكلة بدون جراحة. صحيح. ما في إنسان يبغى يروح جراحة. صح. حتى الآن في جراحات القلب والكبد دائما صار الحين يسوونها بالمنظار، يحاولون يقللون من الجرح. صح. ومشاكل مضاعفات التخدير العام. صحيح. فكل الناس تحاول تتجه أن تحل أي مشكلة كانت في الجسم بأقل الأضرار وبالتخدير الموضعي. لكن هناك حالات صراحة نشوفها في العيادة لازم نكون صادقين معهم، لا يبالغ في أنه يتوقع أنه حي الأجهزة أنه ممكن تفيده بدرجة كبيرة زي الجراحة، مستحيل. فما نبالغ بتقدير النتائج، لكن في الحالات المتوسطة والخفيفة ممكن نستخدم الإجراءات غير الجراحية. صحيح. في يمكن سمعتي فيها عبير وكمان دكتور فهد في حبوب الكولاجين، يعني البنات طايحين فيها، يعني أذكر كمان ماما والله كل الناس جابت لي علبة ذا الكبر تقول لي خذيها. طبعا أنا ما أخذ حبوب عشان القرحة، القرحة حاميتني. في منها جمي بير كمان بالشرك. ما هذه هي أنه كيف تستخدمين حبوب الكولاجين وهل هي تفيد فعلا؟ يعني أنا الآن أبغاك توجه نصيحة للسيدات الكبار وماما. دكتور فهد حسيتك كذا منك أصلا مؤمن فيها. لا، لأنه السؤال أنا كنت ناوي أتكلم في سنابي الفترة الماضية عن موضوع الكولاجين. هو الكولاجين أنا أسميه ذهب الجمال، هو الذهب. أوكي. والله سبحانه وتعالى خلقنا وخلقنا في كولاجين. بيبي تلقى دائما وهج الوجه والنوره، لان الكولاجين عنده كثير وتكسيره بطيء. عندما نكبر بالعمر تنعكس، يتكسر اسرع ويقل انتاجه. فهو ذهب الجمال، هو الالياف اللي موجوده في الجلد الكولاجين، هو بروتين وهناك انواع كثيره. حتى موجود بالغضاريف لتحريك المفاصل، موجود في الاظافر. الكولاجين انواع كثيره، لكن الكولاجين اللي موجود في الجلد أنا أسميه الذهب حق الجمال. وكثير من الناس يحاول نعوضه. أي إجراء تجميلي قد يحفز تصنيع الكولاجين، أجهزة حقن بوتوكس، حقن فيلرز، كلها تساعد على تحفيز الكولاجين في البشرة، إنتاج الكولاجين. طب والحبوب؟ الحبوب نجي للأشياء اللي تأخذها من برا الجسم، مكملة. الكريمات الكولاجين هل يمتصها الجسم؟ لا أظن، لأن العنصر كولاجين كبير في حجمه، لا يمتص. أوه. سوف يكون فقط مرطب للجلد، هذا اعتقادي. حبوب الكولاجين أو شراب الكولاجين يجب برضو بشراب. صحيح. هو بروتين حيتكسر في المعدة بأحماض المعدة إلى بروتينات، فيمتص كبروتين، لن يمتص ككل، يعني لن ما نأخذ الفائدة الكاملة. نعم أنا ما عندي لا أظن أنه يفيد زي ما الكولاجين اللي جوا الجسم وتحفيزه من الخارج بدون أخذه. في ناس كثير يقولك أخذت يا دكتور روح حسنت شوي، ممكن، يعني بالنهاية هو ما حيضرك إذا ما نفعك، هو بالنهاية بروتين. ولكن أنا اعتقادي أنه ليس بالهالة هذه الكبيرة أو التسويقية. يعني دكتور فهد يقول أنه لا تأخذون كولاجين ما يفيد، إذا كان خيف توجيه الماما بالضبط، غالي لا تخسر فلوسكم. شكرا لك والله دكتور فهد. يعني قليل ما نلاقي ممكن يكون أطباء، خاصة يعني بصراحة في موضوع التجميل لا تزعل مني، ممكن يقول لك الشيء الصح. يعني كلهم حابين ايوه خلاص، تبغى عملية يلا نسوي عملية، تبغي التقنية الفلانية يلا نسوي التقنية الفلانية، اليوم تروحي بكرة عمليتك. بالضبط. فعشان كذا كمان ابغى اسألك، انت تكلمت قبل شوي انه في تقنيات غير جراحية تقدر تفيد في شد الترهلات، الترهلات خلينا نقول المتوسطة الى الخفيفة، ايش هي هذه التقنيات لو تذكرها، وكيف اقدر اختار التقنيه المناسبه؟ انا قبل اوصل لهذه النقطه كلام الجراحه، انا دائما لازم اقول للمراجعين انه ما في جراحه ما قد تكون لها مضاعفات. وحتى لو ما كانت مضاعفات، اثر الجراحه والشق الجراحي حيكون باين طول العمر. صح. فقبل لا نوصل للحل النهائي اللي هو الجراحه، هناك تقنيات خاصه في الحالات البسيطه والمتوسطه. انا ما اتكلم عن الحالات الشديده. التقنيات تبدأ من البوتوكس اللي يشيل التجاعيد التعبيرية، وبعض الناس يحس بشد بسيط. نعم. ممكن تحقن الفيلرز اللي هو هيرونيك أسيد اللي هو حقن التعبئة، ممكن تحقنها فوق بحيث أنها تعطي إيحاء الشد وليس التعبئة والنظارة. صح. نعم. هذا الفيلرز. أيضا هناك تقنية الخيوط
التي لا تعتبر جراحة بتقدير موضعي، بحيث أنها لها زي الدبابيس عبرة كده بسيطة، نعم، وتدخل بالخيط وبعدين تطلع بالأنبوبة حقتها وتثبت الخيط بحيث أنه الشناكل حقتها أو الأقماع حقتها تثبت الجلد وتشده. ونستفيد أيضا من الخيوط هذه التي تذوب مع الوقت أنها تستثير الكولاجين وتصنيعه فتشد الوجه، لكن مو بالحالات الشديدة. والخيوط أنواع كثيرة وشركات كثيرة، صحيح. في ناس يقولك أنا ما استفدت، هناك شركات رديئة أو خيوط رديئة الصنع، وهناك خيوط جيدة وتكون غالية وتستخدم للرقبة لرفع الحاجبين، تستخدم أيضا بالوجه وشد الخطوط الحزن، نعم. وقد لا تكفي تقنية واحدة، يعني صح. أنا كنت دائما أكون صادق مع المراجعين أنه مع مرات قد تحتاج فيلرز مع خيوط، لأن ما لا تبالغ بتقدير النتائج. هذا شيء. الشيء الثاني بعد تقنية، هناك الأجهزة في هناك أجهزة كثيرة في السوق، لكن احنا في تقنية مثلا لو جينا الليزر، الليزر لا يروح إلى طبقات عميقة في الجلد. الليزر اللي هو لإزالة الشعر، لا ليزر، لا عفوا، ليزر مثلا فراكشنال ولا غيره، الفراكشنال ليزر. وهناك تقنيات أخرى ما تروح عميقا بالجلد، تشد الطبقة السطحية. أيضا هناك التقشير، ممكن يشد الوجه التقشير، التقشير الكيميائي بتراكيز معينة، لكن في منطقتنا في الخليج ما نقدر نستخدم تراكيز عالية عشان ما يصير حرق. عكس أوروبا يستخدمونه في شد الوجه بتراكيز عالية لأن بشرتهم تتحمل هذا التقشير. أجي بعد التقشير اللي هي الأجهزة. الأجهزة هناك اللي هي مثلا راديو فريكونسي، أنا أشوف أنها مشتتة ولا تعطي الحرارة الكبيرة فما تعطي نتائج قوية. التقنية الجديدة اللي هي الهايفو، اللي هي موجات فوق الصوتية مركزة، تكون حرارتها عالية فوق 60 درجة وتروح إلى طبقات، توصل إلى طبقة عميقة في الجلد، عميقة اللي هي نبغاها، اللي هي الغشاء اللي فوق العضلات اللي يسمونه سماس. هذه احنا نبغاها نوصل لها، ممتازة، وهذه تكون مركزة. الهايفو هي تقنية ولكن طلعت منها أجهزة كثيرة. في أجهزة مرخصة زي الثيرا، جهاز هو الوحيد المرخص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لشد الوجه. هناك الألترافورمر، بس الألترافورمر يختلف عن التقنية أنه هذا يشمل أشعة صوتية بحيث أنك وأنت تضرب الضربة تعطي الموجة تشوف عمقك بالأشعة الصوتية. لهذا الجهاز غالي والجلسة حقتها غالية، لأن موجود عندنا في المملكة، موجود، والمستهلكات حقتها غالية عكس الأجهزة الثانية. في تقنية في شركات ثانية من شرق آسيا اللي يسمونها الهايفو، ما أشوف فيها نتائج أبداً، كثير جربوها لأنها تكون ضعيفة التقنية. فهي أجهزة معدة لكن تعتمد على تقنية موجات الصوتية المركزة التي تستثير الكولاجين وتصنيعه، وأيضا تصل للطبقة اللي فوق العضلات بحيث أنها تعطي تشد الوجه على مدى شهور، لا تبين النتيجة على طول، يعني تحتاج شهرين أو ثلاث شهور. طبعا ليش قبل أن ننطلق المحور الثاني، هل الهايفو تستخدم فقط في الوجه، جهاز الألثيرا بس للوجه والرقبة؟ هيئة الغذاء يوم 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 قررت الجهاز هذا، قررت للوجه والرقبة وأيضا لرفع الجفن، لكن الآن والصدر يستخدم الآن في أمريكا، استخدمناه كثير على الصدر ويشد على خاصة أعلى الصدر. الآن في كلام على أنهم قاعد يسوون دراسات على أنه يشد الذراعين والأرجل، يعني بس ما جربنا للآن دراسة في المنطقة دراسات عليه. أنه هو بالنهاية هو جهاز آمن. كثير من الناس بالعيادة يجوني يقول يا دكتور أنا عندي استطاعة أروح الجراحة ماديا، ولكن أنا ما أبغى جرح، ما أبغى مضاعفات، ما أبغى داون اللي هي فترة نقاهة يسمونها داون تايم، هذه متعبة جدا. نعم، أصلا نعم، ولا أبغى والله أدخل في مشاكل ولا جلطة في الرجل، أنا أبغى يعني جهاز. إذا كانت الحالة شديدة وهو رافض الجراحة لازم نشرح له ونقول له ترى لن تصل للنتيجة اللي تبغاها، النتيجة المطلوبة، صح، بس الأجهزة آمنة، ما في نقطة دم، ما في جرح، حتحس بشعور مزعج أثناء الجلسة، حرارة بسيطة ممكن، وممكن ما في ألم وخزات، لكن لن تصل النتيجة. لكن الحالات المتوسطة والخفيفة ممكن يكون رائع. جميل. يمكن أنا عاملة خيوط قبل شهر عشان أتخلص من الفيلر، يعني ما أبغى أحقن فيلر كل شوي، فعاملة خيوط بس عشان شد الوجه، ففعلا مناسب وآمن وحلو للبنت اللي تبغى تجلس سنة كاملة، يعني وجهها ويجلس الخيوط سنة كاملة؟ سنة، صح دكتور؟ نعم، سنة. على ما يذوب 9 شهور إلى سنة. هناك بعضها لا تذوب في أسابيع، هناك عدة أنواع بالعشرات. الخيوط ليست واحدة،
زي البلازما ليس واحد، زي الأجهزة ليست واحدة. طب دكتور خليني أحكي لك شوي عن الشيء اللي ضايقنا. يعني مثلا أنا التجاعيد هذه أو إيش يسمون العقاق، تجاعيد الرقبة، خطوط الرقبة، خطوط الرقبة، يعني هذه أتوقع أنا وأمهاتنا كلنا فيها، حتى يمكن تكون نحيفة ويمكن ينزل وزنك وكذا تنزلين راسك مرة كثير. أنا عندي ذا المشكلة نزل راسي، فهذه إيش علاجها، إيش الحل؟ هي طبعا الرقبة تستخدم لها البوتوكس وتستخدم الفيلرز قليل الكثافة، لأن جلد الرقبة رقيق، صحيح، فممكن تعبيها تحسن من مظهرها. إذا كان في ترهل كبير هناك شد جراحي للرقبة طبعا، نبغى لا جراحي، في ناس ما يبون جراحي، في خيوط برضو للرقبة خاصة في منطقة اللي هي الدبل تشيد بهذا الأغلو، الأغلو كان عندنا لغليق الأغلو، هذا تبدأ من إذابة الدهون في إبر إذابة الدهون إلى ننتهي بشفط الدهون والجراحي. طب ليش ما يكون أنه تشفط بس وتشد وتشد بالجهاز؟ صراحه انا استخدم جهاز بس ما اعرف شو اسمه. أوكي. ولا كان في البيت قصدك ولا خارج في عيادات؟ لا خارج في عياده، لا اجهزه كثيره جدا، مره وصراحه فادني يعني، لا شديت ولا عملت شيء، فكان مره حلو، فيفيد يفيد ايضا الحين بالتقنيات الجديده بالشفط اللي هي اجهزه الفيزر، ايضا تستخدم تقنيه الليزر مع الشفط، فلهذا يشد الجلد شوي. يعني دكتور تقنيات كثيرة ومختلفة، صحيح. أنا جالسة يمكن بسمع وقاعدة أفكر، طب الواحد يختار إيش؟ لكن زي ما أنت قلت، إذا كان دكتور شاطر، وطبعا أكيد أطبائنا كلهم شاطرين، لكن أهم شيء الأمانة في هذا الموضوع، أنه أنا أعرف أحدد، صح، للمراجع إيش الجهاز اللي ممكن يناسبه. طيب دكتور خلينا نتكلم عن العملية الجراحية وقتها. العملية الجراحية أنت دكتور فهد قلت أنه أنت كمان ما تفضلها، زي المريض كمان ما بيفضلها، الأسباب متنوعة ومختلفة، إيش الإجراءات اللي ممكن تصير أو الأشياء اللي ممكن تصير مع المريض بعد العملية الجراحية لشد الرقبة؟ يعني في ناس بتشد كل حاجة في وجهها. أنا طال عمرك الحل الجراحي أنا مو أفضله، لكن هو الحل آخر حل. وأيضا في الحالات الشديدة الترهل الشديد، ما بالعكس أنا على طول أوجههم للجراحة، لأنه هذا الحل الوحيد اللي حتوصل لنتيجة معقولة. لا تضيع فلوسك على أشياء أقل فعالية. هم شايلين هم الندبة اللي ممكن تكون. لكن في ناس الوجه مضاعفات بعد العملية. أي عملية جراحية، أي عملية ممكن يصير فيها التهاب بالجرح، وهذه أي شق في الجلد. أيضا ممكن يصير فيه كدمات. ممكن يصير في تجمع دموي، هيماتوما، لازم تطلع بعد، او لا قدر الله صديد، هذه كلها من اسباب. ايضا اذا ما تحرك، يعني جلس في السرير نخاف انه يكون من جلطه الرجل او كذا، لازم يتحرك بسرعه ومسيل الدم. فكل العمليات هذه، كل العمليات مو فقط عمليات التجميليه، ايضا الشق الجراحي مهما خطط تجميليا حيبين فيه اثر، لابد يصير اثر سيء وفي اثر يكون كويس، لكن بالنهايه في اثر. فهذه من الاشياء اللي قد عدم تماثل الجهتين، مثلا التنميل اللي يصير في مكان العملية الإجراء، نعم، يرجع مع الوقت، لكن قد يكون في تنميل بسبب إضايق إلى بعد ما يعني تجرح عصب ولا شيء، خاصة في حقن الدهون الذاتية أو شيء تحس بهذا الشيء. عدم تماثل الجهتين في الحقن برضو، فهذه كلها دكتور في البعض يسوي إجراءين، يعني ممكن اثنين في واحد بالضبط، يشفط مثلا الغلوغ ويشد او شيء زي كذا. نعم. الامور هذه، او مثلا خلينا نتكلم عن باقي يعني الجسد، مش بس الوجه، مثلا تكبير الصدر عبيد، بالضبط، رفع وتكبير او رفع وتصغير، حرام يعني. ما ادري انا هل ممكن فعلا انه تكون العمليه هذه لها تاثيرات؟ ايش اللي ما يعرف المريض؟ هذا اللي ابغى اوضحه. من اي ناحيه طال عمرك العمليات هي احنا يعني هم يحرصون بالعمليات الاطباء، اي انه ما يطولوا فتره التخدير، هذا أهم شيء. هذا يعني بس في عمليات مثلا غير التجميلية تأخذ وقت طويل، صح، فأيضا يعني ما تقدر تشفط كل الجسم، مثلا تأخذ كمية يعني لترز كبيرة يعني من الدهون في نفس اللحظة، لهذا يسوونه مع مرات في على مرحلتين، صح، لتفادي مشاكل عديدة من هالموضوع، تمام، وعشان الريكفري الشفاء يكون أسرع. احنا يعني هذا مهم جدا في العمليات، انه يتحرك المريض بسرعة. نعم. بعد العملية هو لازم فعليا يتحرك بعد العملية عشان التجلطات كمان. طب دكتور خلينا ما ننسى عيان الشباب، صايرين كثير يلجؤون لها يعني مش ما اقول جراحة صراحة، انا أعيد أنا أأيد ومرة مبسوطة لما أشوفهم مثلا وأنا رايحة العيادة، أنه كيف مهتمين بنفسهم، اللي يبغى يسوي
مهتمين بهذه. وانا بضحك شويه بضحك شويه يعني، بس بعدين عادي ما راح انبسط، بضحك شوي. بس ايش الاجراءات اللي الشباب فعليا يعملونها دكتور، وايش الاجراءات اللا جراحيه اللي تنفع لهم؟ الشباب يعني زملائي بدأوا يهتمون الحين مثلا بحقن البوتوكس، صحيح، تجاعيد التعبيريه هذه لازم، وهذه شيء بسيط واجراء يجرى يوميا، هو اكثر اجراء تجميلي حول العالم. بدأوا يهتمون ايضا الحين بإبر بلازما للشعر، خاصة الشباب، حتى السيدات، لأنه يعني ما في خيارات كثيرة لتساقط الشعر آمنة، وبدأ يعتقد الآن وبدأ تزيد القناعة في موضوع إبر بلازما اللي هي صفائح دموية من جسم الإنسان، إذا ما نفعت كثير ما ضرتك، ما ضر. لكن بدأت يعني دراسات كثيرة بدأت تطلع الآن أنه قد تفيد بزيادة سمك الشعرة بتقليل من التساقط. فهذه الإجراءين اللي أشوفهم دائما، الفيلرز عادة أنا أشوفه بالسيدات ليس عند الشباب، اللي هي بعض المرات كحقن تعبئة لتعويض بعض النزول. مهتمين بالدقن مرة كثير، الدقن مهتمين يصيروا كذا، أجهزة مثلا يسوون أجهزة الليذر الثيرة بحيث أنه يحدد الدقن، برضو يحدد الدقن هو يشده. هذه أغلب الأشياء اللي تشوفها يوميا اللي هي الفيلرز والبوتوكس، بعض الأجهزة. العمليات الجراحية يعني كثير من الناس يتخوف منها ويسأل كذا دكتور ألا أن يلزم، ولهم حالات معينة اللي بعد التكميم يكون عنده ترهل في الجلد كبير، عادة يضطر أنه يحتاج صراحة أنه يسوي شد للبطن أو قص للجلد الزائد. نعم. لكن دائما اليدين ودائما الأفخاذ الجرح يكون طويل على طول اليد. مزعج طب بما أنك ذكرت يعني هذا الموضوع، إيش ممكن تكون الحلول لما يكون الجرح مثلا على طول القدم أو طول الفخذ؟ يحولون لي مثلا جراحين اللي يسوون اليدين أنه نعمل لهم فراكشنال ليزر، قد يساعد، قد نحقن مع بالأثر نفسه إبر بلازما قد تساعد، وبعض المرات نستخدمهم كريمات ولزقات السيليكون، لكن لن ترجع الجلد كما خلقه الله سبحانه وتعالى، مستحيل بيكون الأثر، خصوصا يلعب دور كبير الجينيا، لانه في ناس يكون اثرهم اقل من ناس، صحيح، بعضهم يكون اقلهم حتى مع حرص الدكتور ومع خياطته التجميليه ممكن انه يفتح او يصير متوسع. اضف الى ذلك اذا صار التهاب في الجرح، فهذه برضه مشكله ثانيه انه يتاثر الاثر. اكيد. طيب دكتور، في ناس كثير، خليني اركز على امهاتنا، لانه انا فعليا على حسب ما أشوف أنا أحس المرأة تكبر أكثر من الرجال، فيصير الترهل أكبر وأوضح كمان. الرجال لما يكبر يحلو يا عبير، ما أدري ليه، والله العظيم يا دكتور الرجال لما يكبر يحلو، الحرمة تصير فيه ترهلات وأشياء. متى ممكن المرأة تبدأ تهتم بنفسها عشان ما يصير فيه ترهلات؟ قالوا لنا من بعد 30، فهل ممكن نبدأها من قبل علشان هو لازم من قبل؟ صدقيني والله إيه، أنا أشوف إنه الجمال، أنا هذه فلسفتي دائما أقولها لمراجعيني، الجمال ليس فقط في الخارج، الجمال من الداخل، لأنه إذا كان جسمك تعبان حيظهر على وجهك الآن ولا لاحقا. الأكل الصحي لازم يدافي من زمان، عدم الجنك فود، شرب الموية كثير، وجدوا أن شرب الموية الكثير تساعد كثير في هذا الموضوع. أيضا في دراسات على موضوع السكر، قلل السكريات يبقى وجهك دائما مشرق. يوه، فالسكريات عدو كثير لبروتينات الجلد، من الإلاستين. بس زي ما يقولوا الشوكولاتة يا دكتور فهد كويسة للمزاج، للمزاج للمزاج ولكل حاجة صراحة. بس الشوكولاتة أنواع، هو مو بسكر، بعض الشوكولاتة يكون داكن يكون نافع، لكن السكريات هي تدمر البشرة، من كولاجين، من إلاستين، من هيورونيك أسيد، وهذه دراسات مثبتة. التدخين، السهر، كل هذه لازم، هذه نقدر نغيرها لنشاء بيئية، لكن الدور الجيني يلعب دور كبير. وتجد عوائل عالميا ما يشيخون بسرعة، بينما عوائل أخرى، صحيح، يبين عليهم العمر أكبر. وهذا يلعب، لهذا يلعب دور جيني كثير. صح. نعم. يعني أنا ذكرت الدور الجيني، يعني أنا أعرف، صحيح لي إذا غلطانة، ولكن ذكرت كثير أنه البشرة السمراء ما تترهل بسرعة أكثر من البشرة البيضاء. دائما تقولها عشان الشمس. لا بس أنا عشان ما أدري أنا إيش السبب الرئيسي على فكرة الموضوع ده، أنه أصحاب البشرة السمراء ما يترهلوا بسرعة، لأن الشمس، لأن أنت عندك طبقة أقوى لحماية من الشمس وتأثير الشمس. الآن الأجنبيات، دول الاسكندنافيين البيض مرة يتأثرون، دائما يتأثرون بالشمس، يصير ترهلهم أسرع من عندنا في الخليج.
احنا طبقتنا شويه حافظتنا من سرطانات الجلد ومن الترهل الشديد. هم عندهم ترهل اسرع. ايضا البشره الداكنه الياف الجلد تكون اقوى او 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 الكولاجين اكثر قد يكون بتاثيره. يعني لهم قوة لهم قوة. أنا حاطة صاحب الموضوع ده ولكن أنا بس عفوا بس الله أنسى برضو من المحافظة المكياج للسيدات. ترى كثير كثير دراسات تحذر من المكياج وخاصة من النوم في المكياج وكل ما قللنا من المكياج. صح. طبعا في كثير من السيدات يعني مغصوبين خاصة الإعلاميين والإعلاميات حتى الرجال منهم لابد أنه يحطهم بس أنه يؤثر على البشرة. نعم يؤثر على البشرة المكياج. طيب كيف نحافظ عليه؟ يعني أنت ذكرت نقطة مرة مهمة أنه مكياج. والله ساعات أكون تعبانة وأنام فيه. هذه غلطة مرة كبيرة. لكن إيه؟ لكن أكون تعبانة وأنام فيه. بس كيف فعليا أحافظ عليه؟ أنا شلت الميكب. طب إيش أحط؟ ترطيب باستمرار خاصة في الليل. في النهار واقي الشمس. ممكن نستخدم في الليل برضو مقشرات. وعندنا كبير يعني رينج كبير من المقشرات. ممكن مقشر عالي أو مقشر. يعني فيتامين سي يعتبر مقشر. حمض. ايضا احماض الفواكه ممكن نستخدم مثلا ازيليك اسيد حمض الازيليك. ممكن نستخدم من احماض الريتينويد زي الدفرين او الاكريتين مره ليله ورا ليله يعني مو كل يوم يكون يعني هو علاجي. بس ممكن نستخدمه 3 مرات في الاسبوع بحيث انه يقشر الوجه ويشده. لان التقشير قد يشد الوجه شوي ويحافظ لكن مو كل يوم. ممكن نستخدم اشياء ابسط كل يوم ولكن الأشياء القوية هذه زي الطبية يمكن يوم ورا يوم أو جميل. يومين في الأسبوع. جميل. يعني والله دكتور معلومات خصوصا يمكن آخر فقرة هذه اللي كنا نبغى نسألك فيها أكثر من كده. لكن إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى في حلقات قادمة نتكلم فيها عن طرق العناية خاصة بالأشخاص اللي مضطرين يحطوا مكياج دائما ودائم يكون في إضاءة. أنا أشكر تواجدك معنا دكتور فهد. أشكركم وأشكر المشاهدين في الوطن العربي. نورت. مشاهدينا احنا نطلع معاكم فاصل ومكملين معاكم باقي فقرات البرنامج. اكيد لا تنسوا انه انتم تتواصلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدي. مشاهدينا خلينا نطلع تقرير نشوف في حديث العواصم نتكلم نشوف ايش قاعد يصير في الدنيا ونرجع لكم. يعني حديث العواصف اليوم ادهشني بصراحه.
العمليه، عمليه طبعا تعديل العيب الخلق اللي كان، وهو صحيح. انقلاب المثانه عمليه جدا كبيره وضخمه يعني اللي شفناه، ويحرم طفل يعني. الحمد لله ومره شكرا صراحه للكادر الطبي اللي سوى ذي العمليه، لكن فاجاتوني بالفار الجرد. انا زعلت اول شيء، قلت خير ان شاء الله ياخذ جائزه الشجاعه، يعني مو لدي الدرجه وصلنا، بس انه لا من جد يستحق جائزه الشجاعه. اي والله انا استغربت انه بيكشف عن الغام جرد هالكبر، يمكن لو انه موجود عندنا هو يشبه قط يعني، هو جرد يحس مسوي نفسه بسه، لكن لا مسوي نفسه كلب يكشف كبير لهذا. وكشف عن الالغام، واو بصراحه سبحان الله، يعني اللي خلى عنده هذا الحس وكشف 39 لغم. انت متخيله انه وجود الالغام في العالم قد ايه ممكن يكون مكلف، وقد ايه ممكن يكون مؤذي للجنود وللمواطنين وللاشخاص اللي ممكن يكونوا بس مارين في هذه المنطقه. كنت بشوف فيلم وثائقي من فتره انه اللغم يكلف $3 اوكي، انك انك بس تشتريه وتحطه $3، لكن انك تشيل اللغم وتكشف عنه، وطبعا مع الاجهزه ودي الامور كلها، اللغم الواحد تحتاج $1,000 أوه. عشان بس انه انت تشيله، فلك انت تخيلي قد ايه هذا مكلف. يعني مكلف اقتصاديا وبشريا وانسانيا، يعني شيء جدا ضار. شكرا. هذا الفار اسمه بنون بنا لا هو مو اسمه بنون بنا، هو في منطقه بنون بنا، بس للامانه بصراحه شيء انا معجبه فيه جدا. انا حبيت كيف يعاملونه، اسوي له فولو على انستغرام. انا حبيت انه هو يعاملونه كانه حيوان اليف. طبعا في حيوان اليف من جد، لانه اقولها يعني جلسه انت شفتي عشان مربوط كان وكذا، فحسيت انه في شيء اي وليش، وما في سناكات يعطون سناك. الجائزه اللي اعطوها ثلاث جوائز ما شاء الله، واتوقع انه هو يهتم بالسناك اكثر من الجوائز. في اتوقع المربيه هي اللي بتغذي اكيد طبعا. المربيه اللي كانت طالعه كمان في التقرير، هي المربيه اتوقع اللي هو خاص فيها يعني تمتلكه. اعتقد انها فخوره فيه جدا، مع اللي لقيت الميداليات في غرفته وكذا. انا ما احبهم لكن اكيد ما حد يحبهم. اي لكن كثير حبيت انه في اشياء ترى على فكره، يعني ممكن يكون عندك حيوان اليف. اي وممكن يكون عندك حيوان اليف، انت ممكن تكتشفين انه في عنده موهبه ولا صح. لا والله ولا جماعه اللي عنده حيوان اليف في عندهم مواهب صح. لكن كيف تكتشفونه صح. زي الطفل انا دايما معلش لا هو يعني لا حد يتضايق، ما يزعل والله فعليا في ناس تضايق الطفل. اي في ناس وجود حيوان في البيت هو مسؤوليه، فهو والله. مسؤوليه زيه زي الطفل، مو قصه او حاجه زي كذا، زي الطفل زي هو في الاخير روح. إيه يعني اذا نزعل على الروح البشريه ما نزعل على الروح دي. ايوه اكيد مميزين والله مميزين. أكيد مميزين. يعني امس انا عندي كلاب، فامس تصفقوا من كلب، فلما ضربوا من كلب صاروا مؤدبين معه وصاروا يعني كويسين معه. فتحسين في واحد خايف واحد لا اشجع منه، عشان كذا تقدرين تفرقين. باشياء جدا بسيطه. خلونا نطلع فاصل، اكيد راجعين مكملين، بس لا تنسون هاشتاج برنامج سيدتي، اكيد مواضيعكم محل اهتمامنا دائما. فاصل وراجعين. التفكير بوضوح ليس فقط نعمة، وإنما أيضا فن يتقنه القليل من الناس بالفطرة، ويتقنه العديد بالممارسة وأكيد التدريب. ليش مهم أننا نفكر بوضوح ونشوف الصورة كاملة علشان نقدر نتخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب صح. وما نندم أكيد على أي قرار أو نحصد ثمار قرار خاطئ أكيد. بسألك يا عبير، إيش دلالات التفكير الواضح بالنسبة لك؟ دلالات التفكير الواضح بالنسبة لي، يعني أنا من الناس اللي لما أفكر بعمق لازم أكون في مكان يعني فيه استجمام إلى أبعد الحدود. أوكي. يعني فعلا لما يقول لك مثلا رحلة الاستجمام، هذه رحلة الاستجمام فيها تقدر تفكري وتحلي أمور وتخلصي تكوني رايقة. ومن جد في طرق، يعني ترى أنا ما وصلت لذي المرحلة فجأة كذا لقيت لا ما كنت أعرف، وما كنت اصلا اعرف افكر خير شر يعني. تحاولين مش متعرفين، كنت تحاولين تتغاضين. ايوه يعني كنت ايه، بس بعدين لا صار في طرق وفي ستبس. يا الله الحياه قد ايش تعلم بعدين انه لا، حتى لما تجي تفكر يا اخي، لما تجي تتكلم فكر. طب اوكي كيف؟ طب لا انا لازم ارد بسرعه مثلا انه في قدامي شخص وابغى ارد عليه، فانا لازم ارد بسرعه. وفي اثناء حديثه لازم انت تفكر بهدوء على كل نقطه حسيت
ترى في امور في التفكير يعني ما هو عبث يعني من جد والله. انا كنت من الناس اللي افكر خلاص يعني مثلا ابغى اقول شيء اقوله صار شيء، لكن الواحد بعدين يعرف انه حتى التفكير لطرق معينه، واوقات يشوش تفكيرك اشياء خارجيه، ضغوطات مثلا من هنا، احد يجي يصرخ بيبيز، عرفتي؟ لا، لما تبغى تفكر من جد بينك وبين نفسك، وخاصة إذا كان موضوع مهم، مقبل على زواج، مقبل على دراسة تخصص جديد مختلف، سفر مثلا مبتعث، لازم تجلس كذا بينك وبين نفسك أنت تفكر بعد ما تأخذ آراء الناس وآراء الأهل. إيش صار وإيش بالضبط؟ لازم أنت كذا مع نفسك تركدين وتفكرين. شوفي، أنا أحس أفضل قرار ممكن تتخذينه أو القرارات الصحيحة اللي أنت ممكن تتخذينها زي ما قلت يا عبير، لازم تكونين بمكان هادي، لا تستشيرين أحد. فعليا لا تستشيرين احد او بعدها لا يعني استشير مثلا الاقربين وكذا، لا تستشيرين. فكري في يوم اذا حاولتي او جاكي موضوع لا تحاولون تستشيرون احد، حاولي انه انت تتخذين القرار. هنا فعليا انت بتقررين اذا كان صح ولا غلط. حتى لو كان غلط انت اخذتيه وتعلمتي منه، بس القرار هذا انت اتخذتيه. عشان كذا دائما حلو لما انت تفكرين وانت حاطه راسك على السرير ما هتنامي، ما تنامين وانت تفكر، اكيد ما حتنامين. فاللي يصير دائما انه القرارات الغلط هي تعلمك، فانا احب دائما انه انا اخذ قراري بنفسي، لانه فعليا لما اتخذ قرار معين انا اتخذته بعد تجارب كثير. صح. فانت لما تتخذينه بالوقت هذا وبالمكان هذا فانت اعرفي انه انت اتخذتي القرار الصح. صحيح، معك حق، لان في كثير امور يمكن الانسان يستفيدها مع الوقت. انت الحين انت بتتكلم صراحه ترند، جست افكر حلو، معناته انت واحده من الاشخاص اللي حتى لو غلطت ما عندها مشكله تتعلم من خطاها. صحيح، يعني انا في ما ناس اتعلم من اغلاطي. لا، ترجع تطيح في الغلط مرة ثانية. ثاني مرة ثالثة، أنا من النوع اللي ما أتعلم. ليه؟ فعليا. طب ما هو أنت لسه كنت بتقولي إنه مثلا تفكري تتخذي القرار مع نفسك. أي. بعد تفكيرك فيه. أي. لو كان صح فهو كذلك. لو كان شهر. غلط. أي. أقعد شهر أكون متأدبة من الغلط اللي غلطته، بعدين أنسى. بعدين أرجع ثاني مرة. لأني لسه صغيرة أحس. الحياة مرة حلوة. مرة حلو، على كثر ما تغلطين فيها، على كثر القرارات اللي بتتخذيها غلط، على كثر ما أنت يعني تحسين أنه أنت ماشية بحاجة مرة غلط، لكن أنت خلاص قرارك من نفسك وأنت تتخذين القرار. إذا كان صح فهو لك، وإذا كان غلط فأنت بتتعلمين. صح. أنا بتعلم. لا، بس لازم تتعلم رندا. يعني شوفي، هو صح عليك توتالي، أنا معاك 100%، ولكن بس النقطة الأخيرة دي أنه أنا أعتقد أنه لازم الواحد يتعلم من غلطه. شوفي، الطيبة الزايدة والتسامح والسلام اللي أنت حاسس فيه داخلي، ترى كلنا عشنا، كلنا تعايشنا، وهذا الشيء مطلوب أنه يكون عند كل الناس، كل الكرة الأرضية. صح. لكن يا جماعة، بهدوء وبحدود. ما تقدر أنت تكون طيب في كل شيء ومتسامح على كل شيء، وأخطائك لازم تتعلم منها. تتعلم شهر بس وتنسى؟ طب ما أنت بعدين هترجع تغلط. فعشان كذا رندا، لازم مثلا الشخص هو الطيب بزيادة هو اللي ينسى ويتسامح ويتصالح مع المواقف. يعني شوفي، ما أحب كلمة طيب كثر ما أحب كلمة يتغاضى. متصالح. يتغاضى. شوفي، هي دائما إذا كانوا أشخاص متعلقين بقراراتك فأنت اطوي صفحة وجنبيهم. هنا ذيك طب الساعة. وبعد فترة تعري هتقولي لا أنا شكلي. لا 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 لا. شوفي، إذا كان متعلق بأشخاص، أما إذا كان متعلق بقرارات شخصية، عرفتي؟ فهذه لا، هذه لها طريق ومسلك ثاني. فهي تختلف على حسب انت وين، هل عمل، هل اشخاص معينين، هل حياتك الشخصيه، فهي تختلف قراراتك. انت قلتي انه ما يعني ما تستشير احد في القرارات. كقرار احيانا لا كقرار. اي، يمكن على حسب الموضوع. قصدك على حسب الموضوع. يمكن الوحيد اللي استشيره ماما. بالضبط. احس انه يعني مثلا الام، الاب، الاخ، يعني الاشخاص اللي جدا يكونوا مقربين من العائله. لكن وعلى حسب برضو الموضوع. بس ارجع اتخذ القرار انا اللي انت تبغيه. صح. ايوه، اللي انا ابغاه. دائما تقول انا اقول لك وتاخذين اللي يعني. لا صح، سوي لانه ليش احنا لما نستشير ناس احنا بنكون اوريدي متخذين اصلا في اعماقنا، في اللاوعي عندنا، احنا متخذين القرار. صح. احنا بنروح نستشير، لو قالوا على قرارنا غلط
فهم كذا بيخلونا نقعد ونفكر وناخذ ونعطي مع بعض. صحيح. بس ممكن نسوي قرارنا اللي احنا قد نتخذنا. احنا يا عبير نسوي اللي براسنا في الاخر. ايوه احنا نسوي في راسنا كذا ينعط على راسك. بس شوفي هي هذه هي التجارب. احنا كذا نتعلم. يعني اي تجربه الشخص الكبير في العمر مو هو هذا اكثر شخص تحب تساليه؟ اكيد الشخص الكبير الشخص المسؤول اللي يقول لك ترى انا اقرا عمومي شويه هذا. يعني عارف الناس دي هي الناس اللي فعلا تساليها. هي اللي فكرت لان عندها تجارب يا عبير. بالضبط التجارب. وهذا اللي انت قاعده تسويه الان انه يكون عندك تجارب. واللي انا قاعده اسويه واللي اي شخص حتى لو لسه مراهق او لسه طفل. كل ما البيبي الصغير لما يجي يمسك شيء ونقول حار اح مثلا لا تمسكه ما يسمع الكلام صح؟ ايه يتردد. على فكره سيبي عشان ينحرق عشان يتعلم. هو مسك بعدين فاحنا قلنا اح انتبه ما ادري كيف هذا يرجع الشيء حار يسمع حكيك او يسمع اللي انت تقوليه فيرجع هذا الطفل انتبه انه هذا الشيء حار. نفس الشيء ترى حياتنا كلها من اول ما وعينا من اول ما خلقنا على الدنيا هي تجارب. حياتنا كلها لو ما تعلمنا منها ترى ما هنستفيد. صح. يعني شوف انا يمكن اكون من الاشخاص اللي جت مرحلة كبيرة في حياتي ما كنت أتعلم من أخطائي وكنت أكررها أكررها أكررها. لما تجيك مرحلة أنت تحسي خلاص لا خلاص أعطيت كثير. شوفي دايما زي ما ذكرتي أنه الشياب. أيوة. أنا مرة أحب الشياب. صح وكلامه حلو والجلسة معاهم تجنن. وكيف يحكون لك ممكن يقولون لك شوفي ممكن تكوني مقررة حاجة وتيجي تستشيرينهم يقولون لك قصة عن أحد ثاني مر بنفس مرحلتك نفس تجربتك أو منهم هم مروا فيها هذه التجربة. بالضبط. صح. بالضبط. يعني كثير يمكن من التفكير اللي لازم نفكر فيه بطريقة كذا هادية وحلوة ومعقولة. صح. وأكيد رح نتكلم في هذا الموضوع مع مختص ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا تكلمنا قبل الفاصل عن كيفية التفكير بوضوح هاي تطلع. وهل المزاجية تأثير على تفكيرنا أو في أماكن نفكر فيها أفضل من الأخرى؟ وكثير أسئلة يجاوبها أكيد الأستاذ عمر القث عمرو القثمي مدرب تطوير ذات. حياك الله أستاذ عمرو. عمرو أهلين وسهلين. هلا عبير وهلا رندا. هلا وسهلا. أول شيء أبغى أسألك أنا أعرف أن المزاج دائما يأثر علينا بقراراتنا بالأشياء اللي نتخذها حتى بطريقة تفكيرنا حتى بردودنا. حتى بردودنا. صحيح. فأبغى أعرف كيف يأثر المزاج على يعني على على تفكيرنا. أوكي. بداية المزاج هو جزء من مشاعرنا جزء من الإيموشنز حقتنا. وإحنا دائما نقول إنه المشاعر أحيانا تكون أقوى من المنطق. صحيح. فطبيعي انه تفكيرنا وخياراتنا تتاثر بالمود والمزاج والمشاعر الحاله المزاجيه اللي احنا فيها الان. فعشان كده دائما بنوصي انه في حاله انك تبغى تفكر في موضوع مهم موضوع حساس دائما حاول تكون انت في مود هادئ في مود ما عليك اي ضغوطات مرتاح نفسيا عشان تقدر يكون تفكيرك أكثر منطقية وهذا هو اللي نطمح له. جميل. طيب عمر يمكن كنا نتكلم أنا وزميلتي قبل الفاصل عن الأماكن والأجواء التي تخلق جو للتفكير المناسب والتفكير الصحيح قبل شوية. ما أدري إذا سمعتنا ولا لا لكن أنت إيش رأيك في التحضير يعني بشكل عام؟ يعني في ناس تحط باك جراوند كده ميوزك بسيطة خفيفة تقعد كده تهدى مع نفسها. أغلب الناس بتسافر عشان تفكر. صحيح. كلمني عن المكان. أوكي. الأجواء المناسبة للتفكير الصحيح. تمام. لكل منا زي ما أنتوا عارفين طقوسه اللي هو يفضلها ويحبها ويحس أنه هي مريحة أكثر أنه أفكاره تتولد وتتسلسل بتدفق وبسلاسة. وكثير مننا كل واحد عارف هذه الطقوس وحافظها. لكن المهم واللي نحب ننوه له دائما أنه حاول تجرب شيء جديد لأنه قد يكون أنت خلاص اقتنعت أنه هذا الطقس اللي أنا أفضله في التفكير وقفلت على نفسك فرص ثانية أو أماكن ثانية ممكن تكون أحسن. يعني حتى لو أنت وصلت لقناعة كويسة وجيدة نوعا ما بس إيش المانع أنه إحنا نحسنها ونجرب أشياء جديدة. ممكن نقول والله أنا يا ريتني جربت هذا الشيء من زمان.
فنوصي دائما بالأشياء اللي فيها شوية هدوء وسكينة. جربوا الجلسة على البحر، الاستماع لصوت الأمواج، الأماكن اللي ما تكون مغلقة، الأماكن المفتوحة اللي يكون فيها الأفق واسع. هذه كلها من الأشياء اللي لازم نراعيها في المكان اللي نختاره وقت ما نكون حابين نفكر في موضوع معين. طيب أستاذ عمرو، يعني إذا جينا نبغى نحكي عن آلية التفكير، هل في آلية معينة نفكر فيها؟ هل في خطوات حنا ممكن ندرسها أو نتدرب عليها؟ تمام. في بالطبع احنا دائما نحب نوصل لايش، ايش الهدف من تفكيرنا انه يكون صحيح. التفكير الحاجه المهمه فيه انه يترتب عليه اختيارات، فكل ما كان التفكير افضل واكثر جوده كل ما كانت الاختيارات اكثر جوده. ففي عندنا مغالطات منطقيه دائما تاثر وتشوش علينا في تفكيرنا. اهم هذه المغالطات المنطقيه احنا نسميها الكونفيرميشن بايس، وهذه احنا نقول هذه the mother of misconceptions. هذه اكثر المغالطات اللي دايره في حياتنا. وايش نعني بيها confirmation bias؟ نعني فيها ان احنا دائما ننحاز للمعلومات او المصادر اللي تاكد على القناعات اللي عندنا الموجوده اصلا. دوبكم زي ما قلتوا احنا احيانا نحب نستشير، بس احنا احيانا لا شعوريا بلا وعي نستشير الناس اللي هم حياكدوا معتقداتنا والخيار اللي احنا نبغاه داخليا. صح. فلازم ننتبه انه احنا نكون شويه تفكيرنا عشان يكون محايد، نتاكد انه احنا المعلومات اللي قاعدين ناخذها ما تكون متحيزه للقناعات حقتنا او منطقنا، عشان نقدر نطلع بتفكير محايد. واثبتت الدراسات انه احنا دائما نميل بنسبه 36% اكثر اننا نتوجه او نحط وقت في الاشياء اللي تتوافق مع معتقداتنا او مبادئنا. فلازم ننتبه لهذه النقطه. المغالطه المنطقيه الثانيه اللي دائما تتكرر معنا هي ثقافه القطيع. كيف يعني؟ دائما انا احب اضرب مثال لو نشوف كيف يعني. دائما لو نشوف في السوشيال ميديا في الكومنت مثلا في اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي دائما يكون في شيء سلبي كله سلبي. الناس بتعمل كومنت بالضبط. صح. احنا دائما نغير بالضبط، هو هذا المقصود بها. احنا لو بدا الكومنت الاول ايجابي حتلاقي الكل بيمشي ايجابي. صح. لو بدا سلبي الكل بيمشي سلبي، لان احنا بطبيعتنا كبشر دائما بنحب نكون جزء من قرار، نحس بالانتماء وانه قرارنا هو نفسه قرار المجموعه اللي معانا. احيانا احنا نكون عندنا راي في شيء معين، بس لما اسمع اللي جنبي بيقول لا والله مو كويس او أيوة مو عاجبني، بس كذا غلط. أقول اسمح لا. لي بس يعني في هذه النقطه، يعني هذا الموضوع غلط انه انا تكون ثقافه القطيع هذه سيئه. يعني كيف احنا كبشر نقدر نغير احنا منها؟ نتجنب. متى يكون لنا شخصيتنا احنا؟ بالضبط هذا هو اللي نقصده. فننتبه من المغالطة الأولى اللي هي المعلومات اللي تتوافق مع معتقداتنا، نتجنب المغالطة المنطقية الثانية اللي دوبي ذكرتها اللي هي ثقافة القطيع. لا يكون قرارك مبني على ثقافة القطيع أو أنت ماشي مع السيل زي ما يقولوا. فهذا الهدف من إحنا بنقول هالنقطة هذه. النقطة الثالثة أو المغالطة المنطقية الثالثة اللي ناس كثير يقع فيها هو أننا إحنا نكون نفكر في أشياء non adding value، أشياء ما هي ذات قيمة أو تضيع لنا وقتنا. منها لو أنا عندي كذا حاجة أفكر فيها، ممكن يكون عندي حاجة صغيرة بتشوش على الموضوع الأهم فأبدأ أستبعدها. لو موضوع معين أو نقطة معينة ما أقدر أسترجعها، شيء في الماضي حصل، ما ينفع. أفضل أنا يعني دائما أخلي هذا الموضوع في تفكيري أو يأثر على تفكيري، لأنه أنا كذا بأدخل في منطقة اللي هي حاجة ما بتضيف لي أي فاليو أو أي فائدة. فهذه أغلب المغالطات اللي الناس دائما يقعوا فيها في تفكيرهم، وإذا قدرنا نتجنبها حنلاقي التفكير بدأ يكون أكثر وضوح وأكثر سلاسة، وبالتالي حنكون اختياراتنا أفضل أكيد. ممتاز. لو ممكن كمان عمر تضيف لنا فقرة على هذا الموضوع عشان التفكير يكون أكثر وضوح وأكثر سلاسة. التفكير الإيجابي، أباك تتكلمنا عن هذه النقطة تحديدا، وليه كل مثلا في كثير من الأشخاص كل ما حاولوا أن هم يفكروا بتفكير إيجابي عن موضوع معين مهم في حياتهم أو في مستقبلهم إلا ما تجي مواضيع كذا وأفكار سيئة؟ ممكن تتكلمنا عن هذه النقطة، ليش بيحصل الموضوع ده معنا؟
تسمعني يا عمر؟ يمكن من أهم الأشياء اللي تصير يا عبير، شوفي أنا دايما أقول لا تتخذون قرار وأنتم زعلانين. صح، يعني أعرفي أنه أنت متى ما فكرتي بقرار معين وتبغين أنه أنت تتخذين، صدقيني حتندمي. صح، لازم تكونين رايقة. بس والله ساعات تتخذين قرارات وأنت لأنه مجبور. هذا الشخص اللي ما فكر تفكير إيجابي زي قبل شوية رند، زي ما كنا بنحكي مع عمر، هذا الشخص اللي بياخذ اللي بيفكر هو مثلا وقت التعصيب أو وقت الزعل والله لا أسوي الشيء الفلاني، عارفة بتحصل. صح. كلنا بنمر فيها في كل وقت، بنمر في نقطة زي كده، بس عارفة لو هدينا شوية هنعرف أنه أصلا ما يستاهل أنه أنا أزعل وأخذ ما تسوى. والله ما تسوى. شوفي أنا دائما أقول الشيء اللي ضايقك أو الشيء اللي ممكن يأثر على نفسيتك أو يأثر حتى على داخلك عبير، يعني إحساسك، كرامتك، أي حاجة تمسك هذا، لا اتخذ القرار اللي أنت تبغاه وصدقني ما حتندم. في قرارات معينة يعني مو تتندمين عليها لكن تتحسفين أنه أنت بتتخذينها، لكن يجي وقت وتجي فرصة أنه لا خلاص لحد هنا ويكفي من جد. بالضبط. صار وقت أنه أنت تتخذين قرار معين، صار وقت أنه أنت حتى لو تندمين عليه بعدين معلش، لكن لازم تتخذين. وهنا إيه، هنا أنا أعيد أنه أنت تتخذين القرار هذا بما أنه مسك ومس جزء منك أو جزء ما يتعالج نقدر نقول. أبو أعطس مرة ثانية عبير، تبغى تعطس وجه الكاميرا عليك، فعشان كذا اللي جالس يصير الآن أعطسي على راحتي، خلنا أسولف مع الناس. فاللي يصير يا جماعة دائما زي ما قلت لكم، شوفوا أنا دائما أفكر، تعرفون كيف أسوق وأمشي؟ والله العظيم ذاك اليوم رحت المكان كله فضة وما في إلا شاحنات، وأنا وأدق على الشرطة أقول لهم أنا ما أدري وين، يعني تورطت بالتفكير، يعني صار ورطة. لا والمشكلة الشرطي يقول لي أنت وين؟ أقول له ما أدري، أنا ببر في شاحنات. بس برافو. بس فعليا هالمرة هذه تفكرين بأشياء معينة وتفكرين وأنت رايقة. بالضبط، يمكن هذا أهم شيء. ما أدري رندا، عمر معانا؟ عمر تسمعني؟ ألو؟ أيوه. كنا اتوقع صار في بس مشكلة كويس؟ ما عندك مشكلة، نعتذر منك يا عمر، يمكن هذه مشاكل تقنية بسبب الأقمار الصناعية وما إلى ذلك، ولكن كنا نتكلم عن التفكير الإيجابي. ليش أوقات مثلا نكون بنفكر تفكير حلو في المستقبل الجميل، في المستقبل السعيد، أنا أبغى أسوي كذا، أبغى أسوي كذا، فجأة تجيك أفكار سلبية، من وين لك؟ كيف تاخذ إجازة من الشغل؟ كيف عارف بتحصل الأفكار هذه؟ فأنا أبغاك تقول لي كيف أقدر أتجنب ولماذا يحدث ذلك مع أي شخص يعني؟ تمام. بداية التفكير الإيجابي هي مهارة، هي سكيل تتطور زي أي مهارة ثانية، وإذا شخص مفتقدها يقدر يطورها. بس كيف نطور هذه المهارة أو كيف يكون تفكيرنا أكثر إيجابية أو نقطع الأفكار السلبية؟ ببساطة في حاجة اسمها التفكير في التفكير، يعني أنا لازم أفكر أنا الآن أفكاري إيش وضعها، يعني هذه هي المهارة اللي لازم تكون عندنا. متى ما أنا حسيت أنه أنا أفكاري بتمشي بطريقة سلبية، لا أنا هنا حقول وقف دقيقة، أفكاري الآن إيش وضعها، هي سلبية أكثر أم إيجابية أكثر؟ إذا كانت سلبية أبدأ لا أغيرها لإيجابية، لكن أهم شيء أن أنا أكون مدرك في اللحظة اللي الأفكار بتكون فيها سلبية عشان أقدر أخذ أكشن أو أخذ قرار. لما أنا تركت نفسي وما كنت عارف أو ما عندي وعي على تفكيري، فبالتالي أنا عمري ما حقدر أغير هذه الفكرة السلبية. زي لما أكون أنا واقف مثلا، خليني أعطي مثال، في زحمة سيارات مثلا وأنا مستعجل، أبدأ أتنرفز وأضايق وأزعل، هنا لازم أبدأ أنا أدرك، نجي للتفكير في التفكير، أفكر أنا أفكاري الآن إيش وضعها، أبدأ أدرك أنه أنا الآن في وقت سلبي، أفكاري سلبية، النرفزة أو التوتر ما حيغير شيء، أنا واقف. صح. طب لا خليني أبدأ أغير المود وأبدأ أستفيد، أعمل مكالمة، أسمع أغنية، أبدأ أغير المود. صح. المهارة هذه مرة مع مرة مع مرة حنبدأ نتقنها وتصير جزء من طبيعتنا. هي في البداية زي أي مهارة تحتاج مني وعي. في البداية تطوير أي مهارة بتكون عندنا مهارة بوعي أو بإدراك، يعني لازم أنا أجبر نفسي على هذه المهارة.
زي لما بسوق السيارة، زي لما أتعلم طبخة جديدة، بعد فترة حتصير أنا ما أحتاج أفكر في سواقة السيارة، ما أحتاج أفكر إيش حسوي، حطبخ وأنا ما أفكر قد إيش لازم أدقق في المقادير، حتصير عندي مهارة بوعي، سوري بلا وعي، فمعنى كذا حتصير جزء مني ومن طبيعتي أنا. طيب دائما يعني ضغوطات الحياة إذا نقدر نقول، والضغوطات اللي أنت تواجهها هذه ممكن كمان تأثر على قراراتنا، يعني ساعات فعليا لما نجي للواقع، ولما نجي مثلا الشخص معصب يقول لك اتركني أنا أبغى أكون لوحدي، صح. فهنا لما يكون الواحد ممكن يتخذ قرارات كثير سيئة وكثير غلط لكن هو مقتنع فيها، فيقول لك أنه أنا من الضغط خلاص هذا القرار يكون مناسب. هنا بالوقت هذا إيش فائدة العصف الذهني؟ إيش فائدة إنهم يجلسون مع بعض مجموعة إذا نقدر نقول ويفكرون مع بعض بنفس المشكلة اللي هو يواجهها؟ صح. تمام. موضوع العصف الذهني أو البرينستورمينج مفيد إنه أنا أولد أفكار على أفكاري، يعني أنا أخذ جزء من فكرة من عندي وجزء من فكرة من عندك ونحط الأفكار على بعض بحيث إنه في فكرة تكمل الفكرة. فهنا بيكون المعادلة ما هي 1+1=2، لأنه إحنا ما هي فكرتين بس، إحنا هنا 1+1 ممكن يسوي أكثر من 2، لأنه في أفكار بتلهمني، بسمع من فلان بيلهمني الفكرة معينة، فبنبدأ بيصير في بناء للأفكار. غير عن الموضوع، يعني نقطة مهمة برضو في موضوع المشاعر والحالة اللي أنا فيها، في برضو زي ما تقولي مغالطة منطقية دائما بتصير معانا بسبب المشاعر، لأنه طبيعي أن المشاعر بتأثر على قراراتنا، والمغالطة هذه إحنا بنسميها sunk cost misconception، اللي هي إيش أقصد بها؟ إنه أنا أقصد بها أنه إحنا للأسف أحيان كثير بنكمل في أشياء معينة، في قرارات معينة بسبب أنه إحنا استثمرنا فيها كثير من الوقت والجهد، صحيح. والمال، فبالتالي بتأثر على تفكيرنا. زي مثلا اللي هو دخل، نعطي مثال بسيط يعني عشان نبسط الموضوع، لو أنا دفعت تذكرة لموفي في السينما مثلا، لكن الموفي هذا مو عاجبني، فتفكيري بدل ما أخذ التفكير الصحيح وإني أخرج من الفيلم هذا لأن وقتي هذا حيضيع وأنا ماني مستمتع فيه، أقول لا أنا خلاص أستخسر وأقول قدني دفعت تيكت فأجلس. صحيح. لو أنا ماشي في مشروع معين وأنا عارف إن المشروع هذا مفروض أوقف وأنسحب منه، في أحيانا بتجي هذه الظاهرة أو المغالطة بتقولي لا أنا والله حطيت كثير من الوقت والجهد، ما حأخذ قرار، فبالتالي المغالطة المنطقية هذه بتأثر على اتخاذنا القرارات، تخصصاتنا الدراسية، علاقاتنا، العلاقات المسمومة اللي بندخل فيها وما نبغى نخرج منها، كل هذه من الأشياء اللي المشاعر فيها بتأثر بطريقة أو بأخرى على تفكيرنا. العلاقات العاطفية كمان. صح صح. طب عمر، يعني يمكن أن استنبط من كلامك دحين سؤال جدا مهم، إحنا متى ما نقدر نفكر؟ متى لا نستطيع التفكير؟ فين المرحلة يعني اللي نوصل فيها، أو الوقت اللي نوصل فيه المرحلة إنه خلاص إحنا المخ زي على قولتهم frozen، ما قفل. أيوة خلاص قفل المخ. إيش هي هذه المراحل وكيف أنا أقدر أتجنبها؟ أوكي. وقت في كلنا بنمر علينا وقت بتلاقي إنه أنا ماني قادر أفكر، أو أتخذ قرار، تسوالي بلوك. بالضبط بالضبط. هذه أنا بكون أغلب الحالات اللي المشابهة لكذا بيكون الشخص تحت ضغط أو تحت زعل أو تحت مؤثر بيأثر علينا. هنا أنا أبدأ فعلا أحس أنه لازم يكون عندي الوعي أنه أي قرار حاخده وأنا في هذا الوضع حيكون قرار ما هو أخذه بحكمة وبروية، وبالتالي لازم أعرف أنه لا، هذا الوقت أنا ما حفكر فيه، أنا ههدأ أروق ومن بكرة ولا في وقت آخر أبدأ أخذ فيه قرار، لأنه بالتالي أكيد حيكون له تبعات ممكن الواحد يندم عليها. كيف أقدر أحسن جودة تفكيري؟ كيف أقدر أحسن جودة التفكير؟ السؤال الثاني اللي سألتي، خلينا نسأله بطريقة مختلفة شوية، خلينا نقول كيف أنا أقدر أفكر بطريقة إيجابية أعمق، بطريقة أرقى، خلينا نقول هذه وهي هذه المرحلة اللي كلنا نطمح لنوصل لها. طيب،
لما انا اجي ابغى احسن اي شيء، واحنا الان نتكلم عن طريقه التفكير، دائما انا احب اربطه بايش؟ بالكون، بالطبيعه اللي احنا عايشين فيها. صحيح. لازم يكون تفكيرنا عشان يكون راقي وعميق وواعي، لازم يكون متناغم مع الكون ومع اللي احنا عايشين فيه. طيب كيف؟ هذا هو السؤال المهم. للأسف أغلبنا بيفكر ودائما بنفكر بطريقة نسميها ازدواجية التفكير، دواليتي. إيش يعني ازدواجية التفكير؟ يعني أنا دائما لما أفكر في أي شيء يكون عندي يا صح غلط، ألف باء، أبيض أسود. وهذه هي هنا المشكلة اللي بتخلينا دائما محدودين. طب هل الكون، هل العالم اللي احنا عايشين فيه هو في بعدين فقط، ولا هو متعدد الأبعاد؟ لا، الكون اللي احنا عايشين فيه وطبيعتنا احنا كبشر، احنا ملتي دايمنشن، يعني عندنا ابعاد متعدده كثير. صح. حتى احنا كبشر احنا عندنا بعد روحي وبعد نفسي وبعد جسدي وبعد كيميائي، كل هذا موجود فينا احنا. فليش طريقه تفكيرنا تكون مزدوجه البعد، او يا ابيض يا اسود؟ ليش ما نبدا نكون متعددين الابعاد؟ نضرب مثال عشان نوضح الموضوع. يا ريت. لو شخص جاء قال أنا أبغى أكون أوصل للنجاح أكثر، كيف أوصل للنجاح أكثر؟ بيجي يسأل فلان، حيقول له لا، لازم تحط جهد وطاقة عالية، تعمل أكثر وتتعب عشان توصل للنجاح. حيسمع رأي ثاني، طيب يقول له لا، الموضوع ما هو موضوع جهد، الموضوع موضوع انسيابية، وكيف تترك طاقتك وتكون طاقتك فيها تناغم مع الشيء اللي قاعد تسويه. طب هذه ولا هذه؟ هنا لو دخلت انت في الف او باء، لازم الاثنين. انت دخلت في التفكير المحدود. بالضبط، لازم الاثنين. لكل حاجه او لكل بعد لي وقته ولي طاقته. نضرب مثلا مثال في الكون مثلا عشان نطبق المثال هذا. لو شفنا الطيور مثلا وهي بتطير، هل الطير دائما بيحط وهو بيبدا يطير، هل الطيور دائما بتحط جهد عالي؟ في وقت بتحط فيه جهد عالي، وقت ما تبدأ تطلع تطير، في وقت معين بتلاقي الطيور هي تارك نفسها ومنسابة مع الطاقة ومنسابة مع الكون، في وقت بتلاقي الطيور هذه أخذت بريك ونزلت على الأرض وارتاحت. فبالتالي أنا لازم أتعلم أنه ما يكون عندي ازدواجية التفكير، لازم يكون عندي ملتي دايمنشنال ثينكينج، أو أنه يكون عندي طريقة تفكير متعددة الأبعاد، لأنه مو بس صح أو غلط أو ألف أو باء، لأنه الكون اللي إحنا فيه متعدد الأبعاد، وإحنا لازم نتعلم بالتالي أن يكون تفكيرنا متعدد الأبعاد. طب عامر دايم، عشان نكون متناغمين وعشان نوصل للي نبغاه. طب عامر دايم يعني على سيرة التفكير متعدد الأبعاد بيقولوا فكر خارج الصندوق، هل هذا ما تقصد به بالتفكير بأبعاد مختلفة؟ او هذا شيء مختلف بالضبط. تماما لا، هو قريب من فكر خارج الصندوق او اوت اوف ذا بوكس. هو اني انا ما اسلم عقلي انه والله الخيارات محدوده، لا، في بعد واحد واثنين وثلاثه وعشرة والف وهكذا. طول ما انا بدات احكم على الامور انه يا اختيار واحد يا اختيار اثنين، معناته أنا كده أضطرت التفكير، وصار تفكيري داخل إطار معين، في حكم معين، في جدجمنت معين. فأنا بالتالي برجع هنا بيبين معي أنه أنا لا، أنه أنا لسه ما وصلت للوعي. جميل. والعمق اللي إحنا نبغاه. جميل. دائما عمر لازم الشخص يفكر أكثر من مرة، لازم يجلس مع نفسه، لازم يهدى. الأشياء اللي ذكرتها كثير جميلة ومفيدة عمر. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم. خلونا نطلع فاصل، وأكيد قبل ما نطلع فاصل أمانة نختم؟ أيوه صدق؟ احنا كل واحد أسبوع. شوفوا هو يوميا يا أنا يا عبي لما نكون إجازة عشان كذا بيأثر علينا. واليوم مجتمعين، أما هي تطلع فاصلة أو أنا. عموما وصلنا لختام حلقتنا لليوم، كنت أتمنى نطول أكثر. لكن وصلنا أكيد لختام حلقتنا، نشوفكم بكرة بإذن الله بنفس الوقت، بس قبل ما نطلع أكيد نذكركم بهاشتاج السالفة وما فيها، وأكيد هاشتاج برنامج سيدتي، مواضيعكم دائما محل اهتمامنا. شكرا لكم وفي أمان الله.